تفضل يا معلم. الله يكرمك، شكر الله وساعك يا معلم. وقال لا يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك، انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. بنودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفة. تعالى بس. الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الأخيرة. أنا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. أستر علينا، عيب، ده شغل رجالة. تصدق بالله أصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل إيه. سيبونا بس نستلم البضاعة ونفرفش. كل اللي أنت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ أيوه. ما هو كان آخر أيامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي لا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي لا يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله. ونعم بالله يا فندم. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ادمن، ايه ده؟ مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني كل يوم يعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بقى تعز؟ انت مبرش مجاي تقرفنا؟ يلا يا ادمن هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28,000 جنيه، ومش همشي بالعزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده! انت بتفتح لنا بوقك؟ انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه؟ انت بتتسرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا. انت تعالى يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بكرم. ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. نلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. ليلته خفيفة بس ساب أعباء تقيلة قوي. شفت النعش كان طاير، كان طاير. نعش إيه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير إيه؟ هو الريح كان جامد وإحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير. أنتوا ما تعرفوش حاجة أصلكوا، وما تعرفوا كل حاجة لما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الإيه؟ الميراث. تصدق إن أنت ما عندكش ريحة الدم، ميراث وإحنا لسه في العزا بتاع أبونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شوية فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهة الفلوس هتبقشش أوي، هتبقشش، ما تقلقوش. بقول لك يا أشرف. قول يا مختار. أنت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي، اعتزازي. خلاص يا عم، إيه النشرة دي؟ إيه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنتسلى. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي. أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم التوو، دي ناس فاضيه. بينا يا مختار. الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه لا اله الا الله. Thank you.
حط دي يا امي هنا. عين يا دولار. لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض، انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه، جاب لي شبشب في ليله العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من اعز اصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج، خلاص بقى لله، بقى لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم، لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك. تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك، ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقه. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. ده بجد يا مختار ماما، تتفكر سلوفان؟ للأسف آه. يا فضحتك يا أشرف، يا نسبتك السودة يا أشرف. أقول إيه لزمايلي في الداخلية؟ أنا اللي بطبق القانون. أبويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلفان. بقول لك ايه يا حبيبي، انت وهو فين واحول ولا؟ عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نتطرد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سلفان، بس انا مقست كل حاجه. أنا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبة بابا نجيب اللي في أول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي أقوله يتنفذ بالحرف. أنت كدبت؟ معنى كلامك ده إنك عايزنا نساعدك في جريمتك. أيوه هتساعدني وغصب عنك، يا إما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ إهدى بس، إهدى يا مختار، إهدى. أقعد أقعد يا عبيط، أنت بلا إهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي إيه اللي هتمشي؟ وبالمرة بقى عندي مفاجأة، طالما إيه فتحنا قلوبنا لبعض، أنا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا، ما أنا هعرفكوا على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى أقمر يا اسم مختار. رؤوس يا بنت الإخوات شوية. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرفش يا واد، فرفش عند الضابط، حي ابا من باين. ايوه يا سيبتا يا سيبتا. ايوه يا واد يا بوزه، يا بختي يا بوزه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك يا امي؟ ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواكي وصل للدرجات دي. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان؟ وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين، ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه، ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لاولاد الحرام حاجه. المهم بضاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعه البضاعه بتاعتي اتبلعها. مختار لا بلعها، لا بلعها، لا كمان ده فين فين؟ أنا اسمي عطرة. يا عم مش وقت قفشات، انزل معاه المية. شاع عمري، شاع عمري ضاع. كده برضه يا مختار تعملها فينا؟ الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وأبو دقموشة والدفان. أنا مش عايز نفس، شاع عمري ضاع. حرام عليك يا مختار.
العرض ده.